السلام عليكم. سيواجه المنتخب الإماراتي المنتخب الأرجنتيني في مقابلة ودية، وذلك في إطار استعدادات لنهائيات كأس العالم 2022 الذي تحتضنه دولة قطر، وذلك يوم الأربعاء 16 من نوفمبر 2022. وستنطلق صافرة بداية المباراة على تمام الساعة 4:30 عصرا بتوقيت المغرب، والخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. وستقام هذه المباراة على ملعب محمد بن زيد بنادي الجزيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وستكون المباراة منقولة مباشرة على قناة أبوظبي الرياضية الأولى. نتمنى التوفيق للمنتخب الإماراتي.